هذا القرين يلي معي لا ينام إذا أنا نمت، إنما يبيت في خيشومي. وين يعني في خيشومي؟ أعلى الأنف من هون، شايفينه أعلى الأنف من هون، هون يبيت قريني. هلأ أنا ونايم هذا القرين شو عم يعمل؟ مقضى كل الليل هونيك فايق لا ينام. طب شو عم يعمل؟ يعقد لي ولكم، يعني يعقد لنا نحن اللي منا أنبياء. النبي لا يدخل في جسده الشيطان لا في خيشومه ولا في غيره، واضح؟ فإذا يا أحبابنا هذا القرين من الجن الشيطان، يعني أنا لما نام هو يبقى في خيشومي، شو بيعمل لي؟ يعقد لي في مؤخرة رأسي، يعقد لي ثلاث عقد. النبي قال الأولى لا تنفك إلا بذكر الله، والثانية لا تنفك إلا بوضوء، والثالثة لا تنفك إلا بصلاة. وإلا إذا الواحد ما عمل هول ثلاثة يبقى كل النهار كسلان خبيث النفس، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أمر مشاهد. ياما أحيانا نربط الألارم مثلا، بدنا نستيقظ على الساعة الثانية من نروح على الشغل مثلا، ثم ما بنسمع الألارم، ثم لما بنسمع الألارم بيكون تأخر الوقت، فمنقوم ننسى نذكر الله، ما بنتوضأ قبل أن نخرج من البيت، ما بنصلي مثلا ركعتين الضحى مثلا لنقول قبل أن نخرج من البيت، فبتلاقي كل النهار يعني ما ماشي أمورك، أمورك منا مريقلة مثل ما بيقول التونسي، عرفت؟ أمورك مش باهية يعني، سبحان الله. بيجي صاحبك بيقول لك يا عمي مالك، أو زوجته بتقول له مالك، امبارح بالليل نمت مبسوط، كنت سعيد ومسرور ما شاء الله، ليش فايق هيك يعني مروبص بعضه، معكر الجو عليك؟ فهو لا يعرف، بيقول ربما ما أخذت السيجارة، بياخذ سيجارة بعده كمان، الجو معكر، خبيث النفس، كسلان، لحتى شو يعمل؟ لحتى يذكر الله ويتوضأ ويصلي، فتنحل هذه العقد الثلاثة. هلأ أنت قد تسأليني طب وإذا أنا حائض، إذا المرأة حائض شو بتعمل؟ فبتذكر الله سبحانه وتعالى كثيرا لأنه ما فيها تصلي.